المعايير العامة لاختيار شريك الحياة اللي هي التوافق الاجتماعي، التوافق الاقتصادي، التوافق التعليمي، دي الخطوط العريضة الكبيرة اللي بنتكلم فيها. تمام. بعد كده بتحصل يعني اختلاف في الشخصية، بتخلي كل واحدة لها معايير محددة بيها هي شخصيا، بناء عليها هي بتعرف تختار أو تقول ده ينفع أو ده ما ينفعش. يعني ما ينفعش واحدة تكون أهم حاجة عندها المستوى المادي واللايف ستايل ونقول لها إن ده مؤدب وابن حلال بس مادياته على قده، لا هي مش هتقبل. تمام. فبالتالي هي عندها معايير خاصة بيها بشخصيتها. والبنوتة الرومانسية اللي أهم حاجة بالنسبة لها الاهتمام والمشاعر وعايزة ورد يا إبراهيم، أكيد طبعا. يبقى هي اهتماماتها مش هتبقى أكيد. المادي العملي، اللي كل حياته في البيزنس ومفيش أولوية قوي لمساحة المشاعر. فبالتالي احنا عندنا معايير عامة ومعايير خاصة. الأهل طبعا لازم يتدخلوا ويشتركوا، لأن خبرة السنين لها قيمة. أنا أكيد. ببقى كأم لما بنتي يجي لها عريس أقول لها من باب النصح، بصي يا حبيبتي هو في مزايا 1 2 3 وعيوب 1 2 3، هتعرفي تستحملي العيوب دي؟ لأن برضو احتمالنا للعيوب وتقبلها بيختلف من شخص للتاني. في حد يتحمل العصبية بس ما يتحملش البخل، في تمام. حد يتحمل الانشغال بس ما يتحملش المستوى المادي القليل. يعني تمام. كل واحدة تقدر تشوف ايه اللي في العيوب دي هي قادرة تتعايش معاه. وبلاش والنبي كلمة هيتغير بعد الجواز، أكيد محدش طبعا. بيتغير بعد لا الجواز، مفيش. انتي اللي هتختاريه آه واللي طبعا هتشوفيه بعينيكي طبعا. هو ده اللي هتلاقيه.